سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. كتير من المنظمات السورية اللي أسسوها وتعبوا عليها أولاد بلدنا اللي قرروا يكونوا سوريين لبعض، وانتبهوا لحجم المشكلة مع وجود ذوي احتياجات خاصة غير مؤهلين ليخوضوا غمار الحياة. مشان هيك قرروا يتبنوا هالموضوع ويشتغلوا عليه. ورغم انه هاي المؤسسات لساتها كتير قليلة، بس منتأمل بالمستقبل القريب الجاي يحصل هالموضوع على اهتمام اكبر. مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ما بتقتصر على دعم ماديا ومعنويا، لا، بتشمل كمان دمجهم بالمجتمع وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم. وهذا فعلا اللي اشتغلت عليه منظمة سند، وهي منظمة مجتمع مدني غير ربحية مستقلة. اعتبرت بوصلة عملها تطلعات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والميثاق الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. تأسست المنظمة سنة 2013 بهدف تقديم الخدمات الإنسانية الإغاثية والتنموية لذوي الاحتياجات الخاصة. انطلقت من شعار مكانهم بيننا، وحددت رؤيتها بصون حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومبدأ تكافؤ الفرص بغرض تعزيز سلامة المجتمع. من أهم أهداف منظمة سند تحسين حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعياً، صحياً وتعليمياً، وصون حقوقهم القانونية ودمجهم بالمجتمع. أما وسائل تحقيقها لهالأهداف فهي دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من السوريين للحصول على حقوقهم الأساسية، بناء قدراتهم وتنمية مواهبهم، الحشد والمناصرة لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، زيادة نسبة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل، تكوين شراكة مجتمعية مع جهات بتشتغل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لتعزز الرؤية التنموية. وآخر نشاطات المنظمة كانت توزيع كراسي متحركة للسوريين اللي عندهم إعاقات جسدية والموجودين بمدينة غازي عنتاب بتركيا. وهيك عم تسعى منظمة سند لتكون سند حقيقي للناس اللي محتاجين هذا الدعم من ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف دمجهم بالمجتمع وتعزيز مواهبهم وقدراتهم. وانتو كمان فيكن تدعموهم من خلال رابط صفحتهم على الفيسبوك اللي بتلاقوه بوصف الحلقة. ضلوا بخير وضلوا السوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.